توافد أعضاء مجلس النواب على مقر المجلس للتوقيع على نماذج تزكية المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024. هذا وقد أتاحت الأمانة العامة للمجلس نماذج التزكية والمعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات تفعيلا لنص المادة 142 من الدستور، والتي تقضي بأن يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح ب20 عضوا من أعضاء مجلس النواب. أنا شخصيا يعني عملت التأييد للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده نابع من قناعة شخصية ليا كأحد أبناء محافظات الصعيد قبل أن أكون نائب يعني عن الدائرة الرابعة تحت طمة جينا بمحافظة سوهاج، لأن ما لمسته من اهتمام السيد الرئيس بمحافظات الصعيد يعني اهتمام كثير جدا، خاصة في جانب التنمية. محافظات الصعيد تم توجيه 439 مليار جنيه استثمارات حكومية فقط غير باقي الاستثمارات الموجهة من كافة النواحي لمحافظات الصعيد خلال 10 سنوات. نواب الشعب أو نواب البرلمان الشعب والشيوخ موجودين الأمس واليوم للتعبير عن مدى يعني ثقتهم في القيادة السياسية وتوليها لفترة رئاسية قادمة لاستكمال مسيرة العطاء والبناء وما قدمه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منذ 2013 وحتى الآن. إجماع من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، مجلسي النواب والشيوخ، لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحديدا لاستكمال الإنجازات اللي بدأها، والفترة اللي جاية إن شاء الله هنجني ثمار هذه الإنجازات. إن مبادرة حياة كريمة، هذه المبادرة التي تتمثل في الإرادة السياسية لقائد 70 سنة والقرية المصرية مهملة، لم يطلق قائد أو زعيم في مصر مبادرة لتحسين وتطوير الريف المصري مثلما أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. معا بإذن الله لكي نستكمل ما بدأته من مشروعات، لكي نستكمل حلم المصريين في حياة كريمة ومستقبل أفضل للجمهورية الجديدة بإذن الله. والحقيقة أنا شايف الإقبال كبير جدا لليوم الثاني على التوالي داخل مجلس النواب، وده إن دل فيدل على أن الحقيقة النواب يعلموا، وهي السلطة التشريعية، ماذا فعل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال 9 سنوات الماضية من إنجازات تحققت على أرض الواقع. الحقيقة احنا بنتجه للجمهورية الجديدة بكل قوة، والحقيقة أنا بأكد النهاردة أن اختيار سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على معايير أولها تحقيق الأمن، ثانيا الإنجازات والافتتاحات التي تتم كل يوم، ثالثا من أجل استكمال خريطة الطريق وصولا لمصر 2030 اللي هو وعد بها سيادته في 2014.